الشعبية هي ليست حديث العصر الآن، هي فعليا منذ الأزل، منذ أجدادنا. وفعليا إحنا بجوز أكثر كلمة كنا نحكيها على قولة ستي وعلى قولة جدي، لأنه هاي الأمثال فعليا تعلمناها وتشربناها من أجدادنا ومن ستاتنا، وكان فعليا فيها إلها عبق كثير جميل. كان إذا بدك تشبه أي شيء في إله مثل، إذا بدك توصف أي حال إله مثل، إذا بدك تمدح أي شخص إله مثل، بدك تذم أي شخص كمان إله مثل. حياتنا كانت عبارة عن جعبة كاملة من الأمثال، وهي الأمثال لا زالت إلى غاية الآن تورث كما يورث المال للبنون. صحيح. واليوم كاميرا الـ A1 TV